فيديو النهارده بقى حاجة مختلفة شوية. احنا عايزين النهارده هنفرق بين الأطفال الرضع اللي هم بيرجعوا، يا ترى الترجيع ده حاجة مرضية ولا حاجة طبيعية عشان دماغنا يستريح. الكلام اللي احنا هنتكلم فيه النهارده عن الترجيع في الأطفال الرضع. أطفال الرضع بيرجعوا، في أطفال بترجع ودي حاجة طبيعية عندهم، في أطفال بترجع والدكتور بعد ما يكشف عليهم يفحصهم يقول ده الترجيع ده سببه حاجة مرضية. خليكم معانا، ده اللي احنا هنتكلم فيه في الفيديو ده. اهوت معاكم طبعا دكتور اشرف نبيل، استشاري طب الاطفال وحدث الولاده. انا هكلمكم في الموضوع دوت. بفكر حضراتكم يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشيروه عشان يوصل للناس كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا دلوقتي. الطفل بيرجع، الطفل بيرجع من ساعه الولاده ولا لسه بيرجع قريب؟ ادي حاجه. الحاجه الثانيه، الطفل دوت طالما بيرجع اطمن على شويه حاجات. الطفل بيرجع بس بيعمل براز، الطفل بيرجع وبيعمل بول، بيرجع ما هوش منفوخ على الاخر، بيرجع ووزنه بيزيد. يعني انا متابع سلسله الوزن بتاعه، متابع الوزن بتاعه واشوفه كل اسبوع بيتناسب مع عمره ولا لا، والطفل بيزيد ولا لا. لقيت الحاجات ديت كلها موجوده كويسه، يعني ابني بيرجع بس ما فيش امساك، بيرجع وما فيش اسهال كمان، بيرجع ومفيش انتفاخ جامد في البطن، بيرجع ووزنه بيزيد. ما تنساش كلمه ووزنه بيزيد. لقيت الحاجات ديت كلها موجوده وما زال ابني بيرجع، في الغالب الترجيع دوت هيبقى حاجه طبيعيه من زياده الرضاعه. حضرتك تديله شويه زياده او رضعه زياده او كميه الرضاعات كتيره او عدد الرضاعات نفسها كتيره، ترضعي كل نص ساعه، ترضعي كل ساعه، او بترضعي الكميات نفسها، بدل ما اديله 60 سم بديله 90، بديله 120، بديله اكتر من حقه، فهو بياخد كفايته اللي هي بتزوده والباقي بيرجع، بيتم الترجيع ده. فده ترجيع فسيولوجي ملوش اي مشكله خالص. امال الترجيع المرضي هلاقي معاه ممكن امساك، ممكن الاقي معاه اسهال جامد، هلاقي معاه انتفاخات جامده في البطن، هلاقي الوزن بتاع الطفل مش بيزيد. ده اسمه الترجيع المرضي، وليه اسباب كتيره جدا، حاجات بسيطه لحد ما نوصل لحاجات كبيره قوي. عشان كده لازم الترجيع المستمر ده الدكتور لازم يفحص الطفل، يعرف التاريخ المرضي بتاعه. يعني ممكن يبقى شويه ارتجاع بساط، ممكن يكون بدايه نزله معويه، ممكن يكون بعيد الشر التهاب كبدي الف، برضه ممكن يعمل قيء بس ساعتها يعمل شويه صفار، اصفرار او يرقان في الوش والعين، ممكن يرفع الحراره شويه، ممكن يكون الترجيع دوت بدايه نزله معويه يحصل بعدها اسهال، ممكن يكون حاجه كبيره جدا يكون انسداد معوي، ساعتها يبقى في امساك جامد، انتفاخ في البطن، الطفل عمال يرجع على طول، لازم يتفحص الطفل. ممكن اعمل له اشعه على بطنه اشوف الامعاء والمصارين، ممكن الاقي في انسداد معوي، يعني الترجيع ده ممكن يكون حاجه كبيره. الاخطر من كده ان الترجيع ده لو مستمر وخصوصا مع صداع شديد ويصحي الطفل من النوم، ده ممكن يكون مؤشر عيد الشر لا قدر الله لاورام في المخ، ودي كتيره في الاطفال على فكره. يعني ممكن الترجيع ده يكون حاجه عاديه خالص، حاجه بسيطه خالص، وممكن يكون انسداد معوي. وصلنا لحاجه كبيره خالص ازاي؟ ممكن يكون ورم في المخ. عشان كده يا جماعه لازم ناخد الموضوع بجديه شويه. هل هو من البدايه ترجيع فسيولوجي؟ الوزن بيزيد، مفيش اسهال، مفيش امساك، مفيش انتفاخات جامده في البطن، بوزن الطفل، الطفل بيزيد، خلاص القصه خلصت. مش عايز اعمل الفحوصات دي كلها. لا ده الطفل لا ده منفوخ. لا ده ما بيعملش حمام، لا ده اسهال جامد، لا ده في صداع شديد، لا ده الطفل لونه اصفر. لا دي كلها علامات ترجيع مرضي، والاقي الطفل ساعتها وزنه مش بيزيد ومحتاج فحوصات كتيرة عشان اوصل لسبب الترجيع، وعلى اساس سبب الترجيع ممكن ابدا افكر في العلاج المناسب بتاعه. هل هو حاجه جراحيه دكتور الجراحه هيتدخل، ام حاجه مرضيه هتتعالج بالعلاج والمحاليل والكلام من دوت، بحيث ابقى وصلت للتشخيص واذا عرف السبب بطل العجب.
أنا كنت كونوا استفدتوا من الفيديو، لو كنت استفدتوا من الفيديو يا ريت شيروه عشان يوصل لكل الناس. إلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى، لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.